أهلا بكم مشاهدينا، جولة إخبارية جديدة من قناة الشروق. استعرض مدير قوات الدفاع المدني عثمان عطا مصطفى جهود إدارته في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإزعاف، متناولا الإنجازات التي حققها الدفاع المدني عبر فصيلة الدفاع المدني المتخصصة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بدولة تركيا. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الدفاع المدني بمناسبة عودة بعثة الدفاع المدني من دولة تركيا. ومن جانبه كشف قائد البعثة المطري أحمد المطري عن أن فرقة الدفاع المدني عملت في منطقة تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة والمتضررة بالزلزال في ظروف قاسية، شاركت في إزناد فرق الإنقاذ الدولية المشاركة. بدأت أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات ملتقى السودان الزراعي الثالث تحت شعار معا نحو نهضة زراعية متكاملة بتنظيم شركة منص سوفت للحلول المتكاملة ورعاية وزارة الزراعة والغابات. وقال وزير الزراعة والغابات المكلف أبو بكر عمر البشرى لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى إن السودان يمتلك كل المقومات للنهضة الزراعية وتأمين الغذاء للاكتفاء الذاتي والتصدير، داعيا إلى اتباع التقنيات الزراعية لنظم الري الحديثة. وقال المدير العام لشركة منص سوفت منصور بابكر حامد إن الملتقى يعرض فيه عددا من الأوراق متمنيا أن يخرج الملتقى بتوصيات تحل مشاكل الزراعة والمزارعين وتحقق شعار معا لنهضة زراعية متكاملة. أكد والي ولاية النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله أهمية تثبيت أسس وقواعد وضوابط الوجود للاجئين بالولاية وفق قانون يخدم مصلحة اللاجئين بالولاية المستضيفة لهم. وأعرب لدى لقائهم المدير الجديد لمكتب المندوب السامي للشؤون اللاجئين بالولاية رويال كريستوفر، أعرب عن أمله في أن تقوم المفوضية بمهامها والتزامها بتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها فيما يختص بخدمات اللاجئين بصورة عامة والمجتمعات المستضيفة على وجه الخصوص. ومن جانبه أبدى كريستوفر المدير الجديد لمفوضية شؤون اللاجئين بولاية النيل الأبيض استعداده التام للتعاون مع حكومة الولاية من أجل تقديم المعينات اللازمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة والنازحين في المواقع المختلفة بالولاية. أعلن والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة عن إنشاء 5 محطات مياه نيلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300,000 متر مكعب لكل محطة لسد العجز في مياه شرب بالولاية، مشيرا إلى أن الجهات الفنية أكملت الدراسات ل3 محطات تجرى الآن عملية البحث عن تمويل المشروع لتنفيذه. وامتدح الوالي خلال مخاطبته احتفال تدشين خط إنتاج شركة ACH للصناعات الكيميائية دور القطاع الخاص في توطين الصناعات الكيميائية محليا، خاصة مادة الباك المستخدمة لتنقية مياه الشرب كواحدة من المكونات التي تتطلب اعتمادات بالنقد الأجنبي لتوريدها من الخارج. وقال المدير العام للمصنع هيزي الرفاعي إن المصنع على استعداد توفير احتياجات محطات المياه في العاصمة والولايات. نظم المجلس القومي للأدوية والسموم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وورشة تدريبية على أجهزة ترو إسكان للتحقق من جودة الأدوية المتداولة في البلاد، وذلك بحضور وتشريف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم. كما أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم دكتور علي بابكر سيد أحمد أن تفعيل أجهزة الترو إسكان ستسهم في متابعة جودة المنتجات الصيدلانية والكشف عن الأدوية المغشوشة والمهربة، كما أعلن عن الاتجاه لتوزيع الأجهزة على الولايات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التدريب على هذه الأجهزة يعتبر انطلاقة نوعية للرقابة بالبلاد.
بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من قناة الشروق. لمزيدا من التفاصيل زوروا مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الشروق. شكرا للمتابعة، دمتم دائما في أمان الله.